شركة سامسونج أعلنت عن جهاز جديد من الفئة المتوسطة وبيعتبر امتداد لجهاز الـ A22 اللي أصدرته الشركة في شهر 7/2021 السنة اللي فاتت. النهاردة هنعمل مقارنة ما بين الـ A22 والـ A23 وهنركز على نقط الاختلاف وإيه اللي بيميز الجهازين عن بعض. وقبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو ياريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل إشعاراتنا، وياريت تدعم الفيديو باللايك عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. هنبتدي مع التصميم. هنلاقي خامات تليفون سامسونج الـ A23 جاية من البلاستيك وبوكس الكاميرات مستطيل قريب من الـ A52 وبيحتوي على 4 كاميرات وفلاش ليد، وأبعاد التليفون حوالي 16.5 سنتي للطول في 7.6 سنتي عرض مع سمك 8.4 ملي. وزن التليفون حوالي 195 جرام، والتليفون مزود بالديوال ستاند باي سيم 4G ومكان مخصص لكارت الذاكرة. التليفون بيجي مع سنسور بصمة جانبي، وكمان هنلاقي مخرج 3.5 للهاند فري، وسبيكر التليفون جاي من نوع المونو. في المقابل هنلاقي تليفون سامسونج الـ A22 مختلفش كتير عن الـ A23 من حيث الخامات، هنلاقيها كلها من البلاستيك ولكن مع اختلاف في شكل بوكس الكاميرات اللي هو مربع وفيه الأربع كاميرات في الخلف. نيجي لأبعاد التليفون، فهنلاقي الطول حوالي 15.9 سنتيمتر والعرض حوالي 7.3 سنتي مع سمك 8.4 ملي. وزن التليفون أخف من الـ A23 ب9 جرام، هو حوالي 186 جرام. كمان التليفون هنلاقيه مزود بديول ستاند باي سيم 4G مع مكان مخصص لكارت الميموري. التليفون بيجي بسنسور بصمة جانبي ومتاح مخرج 3.5 للهاند فري، وسبيكر التليفون من نوع المونو. بالنسبة للشاشة هنلاقي تليفون سامسونج الـ A23 بيجي بشاشة PLS TFT بحجم 6.6 انش مع نسبة استحواذ على الواجهة حوالي 83% ودقة عرض الشاشة Full HD Plus. معدل تحديث الشاشة هو 60 هرتز وكثافة بيكسلز حوالي 400 بيكسل في الانش الواحد. الشاشة عليها طابعة حماية من نوع الكورنينج غوريلا جلاس 5. في المقابل هنلاقي تليفون سامسونج الـ A22 نوع الشاشة بتاعته سوبر AMOLED وبحجم 6.4 انش ونسبة استحواذ الشاشة على الواجهة حوالي 84.3%. دقة عرض الشاشة هي الـ HD Plus مع معدل تحديث 90 هرتز وكثافة بيكسلز حوالي 274 بيكسل في الانش الواحد. الشاشة عليها طابعة حماية من نوع التمبرد جلاس مع معدل سطوع 600 نتس. هنا هنلاحظ تفوق جهاز الـ A22 عن جهاز الـ A23 من حيث مواصفات ونوع الشاشة. وعلى مستوى الأداء والعتاد هنلاقي تليفون سامسونج الـ A23 جايب اندرويد 12 مع واجهة سامسونج الـ One UI 4.1. التليفون مزود بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 680. المعالج ده اعتمدت عليه ريدمي في تليفونها ريدمي نوت 11 وشركة ريلمي في الريلمي 9i. المعالج ثماني النواة بمعمارية تصنيع 6 نانومتر موفرة للطاقة مع تردد 2.4 جيجا هرتز، ومزود بمعالج رسوم من أدرينو 610. وبالنسبة لتليفون سامسونج الـ A22 هو جايب نظام اندرويد 11 مع واجهة سامسونج الـ One UI 3.1 ومزود بمعالج هيليو G80 من ميديا تيك 8 النواة، والمعالج بمعمارية تصنيع 12 نانومتر مع تردد 2 جيجا هرتز، ومعالج الرسوم اللي جاي في المعالج ده هو مالي G52 MP2. طبعا هنلاقي أداء معالج سناب دراجون 680 أفضل من الهيليو G80 بحوالي 20% في السرعة، وكمان أسرع بنسبة 27% في معالجة البيانات. ده غير إن المعالج كمان جاي بمعمارية تصنيع 6 نانومتر، واللي هيخلي التليفون موفر جدا لطاقة البطارية. الرامات ومساحة التخزين، هنلاقي تليفون سامسونج الـ A23 جاي بثلاث نسخ، الـ 4 جيجا و 6 جيجا و 8 جيجا رام من نوع الـ LPDDR4X مع مساحة تخزين 32 و64 و128 جيجا بايت من نوع الـ EMMC 5.1 مع إمكانية تركيب كارت ميموري خارجي. بالنسبة لجهاز سامسونج الـ A22 هو جاي بنسختين، نسخة رامات 4 جيجا و6 جيجا بايت من نوع الـ LPDDR4X ومساحة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت من نوع الـ EMMC 5.1، وطبعا مع إمكانية تركيب كارت ميموري خارجي. كاميرات ونظام التصوير في تليفون سامسونج الـ A23، هلاقي ان التليفون مزود باربع كاميرات. الكاميرا الاساسية جاية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 1.8 ومزودة بمثبت رقمي. بالنسبة للكاميرا التانية الالترا وايد جاية بدقة 5 ميجا بكسل، والكاميرا التالتة الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة خاصة لتصوير العمق بدقة 2 ميجا بكسل. وبالنسبة للكاميرا السيلفي فهي جاية بدقة 8 ميجا بكسل، وجودة تصوير الفيديوهات بالكاميرا الاساسية والسيلفي فول اتش دي مع 30 اطار في الثانية الواحدة. في المقابل هنلاقي تليفون سامسونج الـ A22 جاي برضو بأربع كاميرات. الكاميرا الأساسية جاية بدقة 48 ميجا بكسل،
بفتحة عدسة 1.8 ومميزة ان هي مزودة بمثبت بصري. بالنسبة للكاميرا التانية وهي الترا وايد جايه بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة 2.2. الكاميرا التالتة للتصوير الماكرو جايه بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة لتصوير الدبس او العمق بدقة 2 ميجا بكسل. بالنسبة للكاميرا السيلفي او الامامية فهي جايه بدقة 13 ميجا بكسل وجودة تصوير الفيديوهات بالكاميرات فول اتش دي مع 30 اطار في الثانية الواحدة وسلو موشن اتش دي مع 120 اطار في الثانية. وهنا هنلاحظ تفوق الـ A22 عن الـ A23 خصوصا ان جايب كاميرا مزودة بمثبت بصري. بالنسبة للبطارية ونظام الشحن هنلاقي تليفون سامسونج الـ A23 مزود بنفس نوع وحجم بطارية السامسونج الـ A22 سعة 5000 ملي أمبير، ولكن جايب بشاحن أقوى هو 25 واط مقابل 15 واط في جهاز الـ A22. وبالنسبة للأسعار هنلاقي سعر موبايل الـ A23 هيكون في حدود الـ 4000 جنيه مصري أو ما يعادل الـ 222 دولار، في حين هنلاقي سعر سامسونج الـ A22 بيبتدي من 195 دولار أو ما يعادل الـ 3000 جنيه للنسخة الـ 4 جيجا بايت رام على 64 جيجا بايت مساحة تخزين، و 255 دولار أو 4050 جنيه للنسخة 6 جيجا بايت رام على 128 جيجا بايت مساحة تخزين. هنا وصلنا لنهاية المقارنة ولاحظنا تفوق جهاز سامسونج الـ A22 على مستوى الشاشة وعلى مستوى الكاميرات. في المقابل لقينا جهاز سامسونج الـ A23 متفوق على الـ A22 على مستوى المعالج وقوة الشحن. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وسلام.